السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا طفل من الساكن الدوار حسيب وجدي دريك، كنطلبوا بوالو، كنطلبوا بإعادة الهيكلات في تراب العمالات عين سبع، كنطلبوا اللي عطانا الحوايج اللي ماكلين لا والو، بغينا إعادة الهيكلة. شدنا دابا الناس جانا مع ثلاثة ونص ديال الليل، أنا نعس مع الجوج ياك، نعست شحال غنعس؟ جانا مع ثلاثة بدا يريب لينا، بدا كيريب والو كيريب. حوايج اللي جبناهم من قطاع من اخر الدنيا جيناهم باش نلبسوه منا باش نمشيو للحمام، مشيت مره واحده من دال البري نمشي للحمام ياك، عاد مشيت للمدرسه زعما بقينا كنمشيو للمدرسه، زعما فين هو المستقبل ديالنا؟ ضاع المستقبل ديالنا، صافي ضاع. امتحان البارح كان عندي مشيت حيت كان هو اللي كان كداخل من 8 ل 10 وكان عندي ودوزت الفرد، والمرة الجاية ما يرجعش. قالت لنا الأستاذة هذوك اللي كيقراو على الشمعة وكيديروا وكيكتبوا وكيديروا كل شيء على منزل بلاستيكي هما اللي جابوا مزيان، ومن خرجوا الدراري مشيت تسولت، من خرجوا الدراري مشيت تسولت جبت 16. والصباح جي قريب لينا وكيهدد ماما كيقول لها عيط لها في جيبو، قال لها قال لها ما سكتيش ولدك غادي نشدولك، بدا كيهدد بها حشومة وعيب، وانا مسؤول وبغيت ولادك يكونوا بحال هكا مغطين بيكا ساكنين في بلاصة البلاستيكي حشومة وعيب، والله تحشومة وعيب حشومة وعيب، بزي بلاستيك بغينا نتقاولوا فيه، جريبوا لينا قريب لينا هنا وغنشوف وداو لينا العواد باش نصيبوا شحال وغنرجعوا لبلايصنا وغنرجعوا للحشر وغنديروا واحد اخر وغيجريب لينا وغنديروا واحد اخر وغيجريب، شو شكون غيتقارح حنا ولا هما.